مرحبا، مساء الخير. في هذه الحلقة سنواصل عرض محاضرات لويس ألتوسير عن فلسفة هيجل السياسية والتاريخية. كنا قد عالجنا مفهومي الهيستوار أوريجينال والهيستوار ريفليشيسانت في الجزء الأول من المحاضرة. أما في هذا الجزء فسنتطرق إلى المفاهيم الكبرى التي بلورها هيجل في فلسفته التاريخية، واخترنا كعنوان لهذا الجزء فلسفة التاريخ، لأننا هنا سندخل في التصور الهيجلي لفلسفة التاريخ. إذن التاريخ والفلسفة، يبدأ لويس ألتوسير بجملة كتبها هيجل في كتابه دروس في فلسفة التاريخ: La philosophie de l'histoire ne signifie pas autre chose que sa considération réfléchie. La philosophie de l'histoire ne signifie pas autre chose que sa considération réfléchie. Mais, la philosophie de Hegel, et avant de commencer à parler de ses grandes idées sur la كان عليه أن أولاً أن يحل التناقض التالي بين التاريخ والفلسفة. فمن جهة كان التاريخ يظهر وكأن الفكرة فيه تابع للواقع، فهذا الأخير أي الواقع هو الذي يقوم بتحديد وتوجيه الفكر ضمن مجال التاريخ. أما في الفلسفة والتي كانت تظهر كإنتاج للمفاهيم والأفكار دون أخذ بعين الاعتبار لسكيه ما هو موجود، إذن ستكون انطلاقا من هذا التعريف، من التعريف الأول ومن التعريف الثاني، لا يمكننا التفكير في فلسفة التاريخ إلا من خلال تعريفها كتفكير في شروط معالجة أو تكون التاريخ كموضوع معرفة على نحو مسبق، بمعنى les conditions de possibilité أو les a priori بلغة كانت، سيكون تفكير على نحو مسبق. ولما كان التاريخ يهتم بمكان وبمكائن من أحداث ومن أفعال مما يؤكد ارتباطه بالمعطى لدوني، فيبدو أن هذه الطريقة تتعارض مع موضوع الفلسفة. إذن كان على هيجل أن يحل هذا التناقض لكي يدشن لفلسفة التاريخ. حاول أو حل هيجل هذا التناقض على مستويين اثنين. المستوى الأول هو مستوى معقولية موضوع التاريخ. بالنسبة إلى هيجل، فإن ما تقدمه الفلسفة إلى التاريخ يتمثل في الشروط النظرية التي تمكن التاريخ من التكون كموضوع معرفة. إنها تقدم الفكرة التالية: إن التاريخ الكوني عقلاني، l'histoire universelle et rationnelle. هنا كذلك ألتوسير يحيل إلى الصفحة 22 من الكتاب محاضرات في فلسفة التاريخ. هذه القناعة وهذه الرؤية معنى تشكل فرضية
بالنسبة إلى التاريخ، ولكنها ليست كذلك في الفلسفة. في الفلسفة تم البرهان على أن العقل يحيا بذاته وأنه غاية ذاته. كل الفلسفة الحديثة بالنسبة إلى هيجل منذ لايبنيس وحتى كانت تتجه في هذا المنحى. ثم إن المؤرخ في حاجة إلى القناعة أو إلى الإيمان بأن علم الإرادة الواعية، يعني علم التاريخ، هو أو عالم الإرادة الواعية هو عالم معقول وليس خاضعا للصدفة. بالتالي فإن المؤرخ هو في حاجة لهذه الفكرة التي تقول بأن التاريخ الكوني معقول، أو إلى فكرة العقل في التاريخ. هنا يتحدث هيجل عن فلسفة التاريخ وارتباطها بفكرة المعقولية، هنا فكرة معقولية التاريخ نفسه. إذن بالنسبة إلى هيجل، فالفلسفة لا تقدم للتاريخ محتواه على نحو مسبق، وإنما المؤرخون أنفسهم هم الذين يقعون ضحايا الأخطاء التي يتهمون بها الفلسفة. في الحقيقة حينما يقول المؤرخ il faut saisir fidèlement l'histoire، ينبغي ضبط التاريخ بوفاء، فإن تعبيره غامض. هذا المؤرخ البسيط الذي يدعي أن موقفه محايد وأنه مرتبط بالمعطى يتجاهل أن فكره ليس سلبيا، إنما يقوم بإضافة مفاهيمه التي من خلالها يرى الوقائع والمعطيات والأفعال التاريخية. هذا يعني أن المؤرخ يضيف مفاهيمه الخاصة ليتمكن من تأويل المعطيات التاريخية، بل بالنسبة إلى هيجل كذلك يتعدى ذلك إلى تقديم بنيات أسطورية محضة لتبرير هذه الوقائع وهذه الأحداث التاريخية. من هنا كان المطلب الأساسي والوحيد الذي تلح عليه الفلسفة في علاقتها مع التاريخ هو فكرة معقولية التاريخ. فهذا الشرط يمكن من تحقيق التاريخ كمعرفة، كما مكن فيما مضى من تحقيق علوم الطبيعة، يعني فكرة المعقولية. هيجل هنا يؤكد على أن فلسفة التاريخ لا يمكنها أن تقوم من خارج فكرة المعقولية في التاريخ، تماما كما أن علوم الطبيعة ما كانت لتقوم لولا مبدأ المعقولية الكافية. المستوى الثاني هو يتعلق بمستوى بنية موضوع التاريخ. فالفلسفة بالنسبة إلى هيجل لا تلعب فقط دور الضامن لفكرة المعقولية في التاريخ، وإنما تقوم أيضا بدور نظري أساسي وجوهري، وذلك لأن كل علم هو في حاجة ماسة إلى نظرية مجردة. هنا هيجل وألتوسير كذلك يقدمان مثال كيبلر. أنا كان على كيبلر أن يعرف على نحو مسبق الزيليبس، مكعبات، مربعات، والأفكار المعبرة عن العلاقات الكامنة بينها قبل التعرف على المعطيات التجريبية، لكي تتمكن قوانين كيبلر للحركة الكوكبية من الظهور. وبالتالي بدون النظرية المجردة، بمعنى المعرفة بمبادئ لاسفير، connaissance des principes de la sphère، ما كان كيبلر ليتوصل لاكتشاف هذه القوانين. بالتالي
لولا هذه المعرفة، لو لم يكن كيبلر عارفا بالمبادئ الأساسية، المبادئ الرئيسية، يمتلك نظرية مجردة، كان بإمكانه أن يبقى يتأمل السماء طول حياته دون أن يتوصل إلى هذه القوانين. هيجل هنا يطبق هذا المثال على التاريخ. فالنظرية المجردة مكنت كيبلر في مجال العلوم الطبيعية من التمييز بين ليسونسيال و لينيسونسيال، ما بين ما هو جوهري وبين وضروري وبين ما هو غير جوهري وغير ضروري. بالتالي يقول هيجل نفس الأمر يخص التاريخ، لا بد من وجود نظرية مجردة في التاريخ وللتاريخ تميز بين ليسونسيال و لينيسونسيال. وهذا يعني أولا، وهنا يكمن البعد الإبستيمولوجي لموقف هيجل، أن التاريخ إن أراد أن يكون علما عليه أن يتخذ موضوعه كموضوع معقول وقابل للدراسة. إذن أول شرط يضعه هيجل أمام التاريخ لكي يتكون كعلم وكمعرفة هو أولا أن يقر بأن موضوعه قابل للدراسة وقابل للمعرفة، بمعنى يكون انتليجيب. وهذا ما يسميه هيجل الشرط الصوري لكل معرفة، بدون هذا الإقرار لا يمكن للمعرفة أن تتكون. ثم بعد ذلك عليه الاستناد على نظرية مجردة يستحيل من دونها أن يفكر في موضوعه. طبعا ثم بعد أن يقر هذا التاريخ بأن له موضوع وأن هذا الموضوع هو معقول وقابل للدراسة، عليه بعد ذلك أن يبحث عن نظرية مجردة تمكنه من ضبط هذا الموضوع، ولكن بشرط أن تكون هذه النظرية ليست نتاج لذاتيات المؤرخ، وإنما النظرية الخاصة ببنية موضوعه أو ببنية موضوع التاريخ نفسه في وجوده الجوهري الخاص. والفلسفة هنا هي العلم في مبادئه نفسها. يعني هنا هيجل يقول أولا ينبغي على التاريخ أن يقر ب أو على ينبغي على المؤرخ أن يقر بأن موضوع التاريخ هو معقول وقابل للدراسة، وهذا ما يسميه هيجل الشرط الصوري لكل معرفة. ثم بعد ذلك عليه أن يستند في دراسته على نظرية مجردة تمكنه من ضبط هذا الموضوع، ولكن بشرط أن تكون هذه النظرية ليست نتاجا لذاتية المؤرخ، معناه ينبغي أن تكون هذه النظرية هي نتاج بحث موضوعي طويل وجدلي ساهم فيه كثير من المؤرخين والعلماء إلى آخره. ثم ثانيا، وهنا البعد الفلسفي لموقف هيجل، يتعلق الأمر بالإقرار بأن مشكلة فلسفة التاريخ هي مشكلة غايات التاريخ. Problème de la philosophie de l'histoire est celui des fins de l'histoire. هنا في هذا المستوى يضع، بعد أن هناك مستوى إبستيمولوجي تحدثنا عنه يخص علاقة النظرية بموضوع التاريخ، علاقة النظرية المجردة بموضوع التاريخ، وهناك مستوى ثاني وهو مستوى فلسفي يتعلق بفلسفة التاريخ. وفلسفة التاريخ عند هيجل هي، أو مشكلة فلسفة التاريخ عند هيجل هي أساسا مشكلة غايات التاريخ. هنا في هذا المستوى أو عند هذا الحد من العرض نصل إلى أربع مفاهيم
أساسية في فلسفة التاريخ عند هيجل. المفهوم الأول هو لا بروفيدانس أو العناية الإلهية. المفهوم الثاني هو ليستواغ اونيفرسال، التاريخ الكوني. المفهوم الثالث هو لا كونسيونس دو لا ليبرتي، الوعي بالحرية. المفهوم الرابع هو ليدي دو بروغري، فكرة التقدم. المفهوم الخامس، وهنا تعريف يعني هيجل للتاريخ، هو أن التاريخ l'histoire c'est l'aliénation de l'esprit dans le temps، وأن التاريخ هو استلاب للروح داخل الزمان أو في مجال الزمان. يعني هنا ينبغي علينا أن نعرف كيف تنبني أو كيف انبنت هذه العلاقة المفاهيمية بين مفهوم العناية الإلهية، التاريخ الكوني، الوعي بالحرية، فكرة التقدم، وفكرة استلاب الروح في الزمان. كيف ذلك؟ هنا سأتجه مباشرة إلى الكتاب، إلى محاضرة لويس ألتوسير، و سأستشهد ب سأقرأ النصوص التي ذات علاقة بما نحن بصدد البحث فيه، هي نصوص لهيجل. النص هذه المرة من الصفحة 26 من كتاب هيجل، دروس في فلسفة الحق في فلسفة التاريخ، في طبعته أو في ترجمته الفرنسية. Si l'on admet que la providence se révèle dans ces matières, dans ces objets, animaux, végétaux, etc., pourquoi pas aussi dans l'histoire universelle. إذا كنا كنفترض على أن العناية الإلهية تكشف عن ذاتها في جميع المواد وفي جميع المواضيع، لماذا لا يمكننا أن نفترض على أن العناية الإلهية لا تكشف عن ذاتها في مجال التاريخ الكوني؟ احنا فرضية واحد نا كم قاو هنا ندخل شيئا فشيئا في فلسفة التاريخ. الإحالة الثانية، il doit être temps enfin de comprendre aussi cette production de la raison créatrice, l'histoire universelle. إذن لقد آن الأوان، يقول هيجل، أن نفهم وأن نستوعب هذا المنتوج للعقل الخالق اللي هو التاريخ الكوني. معنى ذلك أن التاريخ الكوني هو نتاج لعقل خالق، كاين علاية إلهية وكاين عقل خالق هو الذي يقوم بعملية إنتاج التاريخ الكوني. دي فرضية أساسية في فلسفة التاريخ عند هيجل. إحالة الثالثة إلى هيجل، يقول notre proposition la raison dirige et a dirigé le monde est liée à la question de la possibilité de la connaissance de Dieu. يقول هيجل فرضيتنا، هنا يقول الفرضية الأساسية لفلسفة التاريخ عند هيجل، فرضيتنا هي أن العقل يسير وقد سير العالم، وأنه مرتبط بقضية إمكانية معرفة الإله. صفحة 25. الإحالة الرابعة، وهنا نلمس يعني اللغة لايبنيزية عند هيجل. Notre méditation est en cette mesure une théodicée, une justification de Dieu. إن تأملنا،
انطلاقا من هذا التحديد هو تبرير للإله تيوديسي، يعني إحالة إلى ما كتبه لايبنيس. إذن non seulement la rationalité mais l'essence de l'objet historique prend un sens non plus scientifique mais philosophique. L'essentiel c'est la connaissance de la liberté. هنا ندخل c'est la conscience de la liberté. هنا ندخل في موضوعات الوعي بالحرية، لأن هيجل سيعرف التاريخ الكوني أولا باعتباره نتاج للعقل الخالق وتجلي من تجليات العناية الإلهية، هذا الجانب الأول. ولكن الجانب الثاني وهو الجانب الثوري في فلسفة هيجل هو اعتباره للتاريخ الكوني نتاجا لتقدم الوعي بالحرية. إذن التاريخ الكوني عند هيجل له تعريف مزدوج. التعريف الأول يتعلق بالنظر إلى التاريخ الكوني بما هو نتاج للعقل الإلهي وللعناية الإلهية للبروفيدانس وتجلي من تجلياتها. التعريف الثاني هو أن التاريخ الكوني هو تقدم الوعي بالحرية. معنى هنا يقحم هيجل ضمن التاريخ الكوني مفهومين اثنين، مفهوم الأول ومفهوم التقدم، المفهوم الثاني ومفهوم الوعي بالحرية. هذا التقدم في الوعي بالحرية ينبغي معرفة قوانينه الضرورية، وهذه هي مهمة فلسفة التاريخ. عندها مهمة فلسفة التاريخ هي الوعي بالقوانين الضرورية التي تجعل من التقدم ممكنا في التاريخ الكوني. هنا نكون أو نتجه حسب لويس ألتوسير إلى المفهوم أو إلى ما يعتبره هيجل ليسانس دو ليستوار، بمعنى جوهر التاريخ. إلى هذا الحد نكون قد يعني حاولنا أن نفسر أو أن نشرح بعض المفاهيم الكبرى لفلسفة التاريخ لهيجل، ولكن بقي لنا أن نشرح يعني في الحلقات المقبلة ما يلي. أولا جوهر التاريخ، ثم ثانيا لي مويان دو ليسبري، هنا وسائل أو إمكانيات الروح، ثم ثالثا ليكزيستانس دو ليسبري، وهنا في هذه المسألة وجود الروح سنبدأ في الدخول في قلب المشكلة السياسية الهيجيلية التي تعبر عن نفسها في مفهوم الدولة، والدولة كوجود للروح، ثم بعد ذلك l'état comme totalité spirituelle، الدولة ككلية روحية، ثم بعد ذلك le moteur de l'histoire، محرك التاريخ، ثم بعد ذلك سنجد أنفسنا يعني في الجزء الذي خصصه لويس ألتوسير لمشكلة التاريخ في كتابات ماركس الشاب، معنى la problématique de l'histoire dans les œuvres de jeunesse de Marx.